عم نشوف كتير حالات أشخاص عم بيكونوا أوقات بمحلات عم بيرقصوا وحدهم عم بيكون أوقات حرق دواليب وتسكير طرقات، وهيدي صورة بينت على السوشيال ميديا الأسبوع الماضي، وهيدي بتلخص شوي وضع لبنان حاليا. وضع لبنان طول عمره من وقت الحرب كان عنا عطول أيامات، بذات اليوم نعيش حالة حرب وخوف وقلق وملجأ، وبذات النهار يكون عنا روحة على المدرسة، روحة على عملنا بطريقة عادية، وحتى سهرات وفرح وبسط بذات النهار. سو هيدا الاختلاط بين الفرح والحزن، بين الخوف وبين الراحة، هيدا شيء نحن طول عمرنا نعيشه، وبشكل شوي صار مثل أدائين تبع الشعب اللبناني كيف بيقدر بفرض وقت يعيش هالحالتين سوا. وين منشوف هالأمور؟ منشوفها خاصة عند الشعوب اللي عندها كتير نوع من ريزيليانس، يعني نوع من تأقلم للأمور. يعني نحن حيال لها مشكلة بتصير عندنا، بفرض نهار بنقدر نغير كل شيء ونرجع نعيش بطريقة عادية. الكاباسيتين عندنا إياها تبع الريزيليانس، تبع إنه نقدر نعمل ريزيستانس للأشياء، هيدي كتير موجودة بلبنان، وهيدي مهمة لنقدر نضاين، لنقدر نتعدى كل هالصدمات اللي عم نعيشها يوميا ببلدنا.